اهلا بيكم في حلقه جديده من وش سلندر. النهارده فقراتنا هتبقى كالعاده زي ما احنا متعودين صيانه بورصه سلامتك يوتيوب، وفي كمان معانا هنتكلم النهارده عن فقره موضوع الحلقه نيسان كاشكاي. خليكم معانا كويس قوي عشان نعرف امكانيات العربيه ونتابع فقرات الحلقه. خليكم معانا. فقره الاخباريه النهارده معانا بعنوان جوله استثنائيه لسيارات خارقه من دوله الامارات العربيه الى عمان. العربيات اللي كانت ماشيه مجموعات ديت من الامارات لحد عمان كانوا عاملين ازاي؟ كانوا عربيات انواعهم ايه؟ ناخد نبذه كده عن بعض الانواع اللي كانت ماشيه في الجوله دي. عربيه فيراري، عربيه لامبرجيني، عربيه ماكلارين، وعربيات اودي ار 8. ده بعد كده العربيات هنشوف طبعا في الفيديو دلوقتي الصور والفيديوهات اللي انتشرت على اليوتيوب والنت عموما عن الموضوع دوت. خليكم معانا وتابعوا العربيات اللي اتعقد دي. وصلنا دلوقتي فقرة نيسان كاشكاي. العربية دي 1200 سي سي تيربو. ما فيش حد يا جماعة يستهين بكلمة تيربو. لما نقول 1200 سي سي وفي فرق ما بين 1200 و1600، بس 1200 جنبيها كلمة تيربو يعني خلاص عدت ال 1600 بكتير. يعني التيربو بيأثر جامد في موتور العربية. 117 هورس باور، طبعا 4 ايرباجز، جنطة 19، حاجة مميزة قوي فيها لأن هي واخدة نظام السوف اللي هي العربيات العالية علشان المطبات، واكتر الشباب دلوقتي بيفضلوا النظام دوت من العربيات. هي تبقى عربيه عاليه اللي هو الشكل اللي اسمه سوف. غير كده طبعا فيها قلنا اربع ايرباجز، فيها مثبت سرعه، فيها كمان نظام الفرامل اي بي اس واي بي دي والبي اي اللي هو بريك اسيستنت، اللي هو برضو شرحناه في الحلقه اللي فاتت، اللي هو لو حاجه طلعت قدامك مفاجاه انت او كنت سرحان وفجاه فقت وانت ماشي على الطريق ولقيت حاجه مفاجاه قدامك، دوس فرامل جامد فبتوقفك اسرع من العربيات العاديه. ده نظام يعتبر في نظام الامانه او السلام للسائق يعني، ولغير السائق كمان اللي هو ممكن هو يتعرض لخطر بسبب السرعه. عربيه الترا طبعا مالتي، فيها اوبشن حلو جدا. ده الشكل دوت معمول مخصوص لل 2015 لان ال 2014 كان شكل مختلف غير كده، وكان هو كانت فئه واحده بس اللي نازله فيها، لكن في 2015 منزلين ثلاث فئات. مستويات بقى فيها زي ما بنقول الفول اوبشن والهاف يعني فيها فروق. ديت فيها اوبشن ازيد من ديت ازيد من ديت. والاهم حاجه في العربيه ديت كمان سقف البانوراما كله بالكامل. عربيه كويسه جدا ومن النوع اللي الشباب بيفضلوها. تأكد أن إطارات السيارة في حالة جيدة. فقرة الصيانة معانا هنتكلم النهاردة في حاجة مناسبة قوي للجو اللي احنا دخلنا فيه. الجو بقى ساقع، بقى فيه مطر، بقى فيه طينة على الأرض، بقى فيه حاجات كتير قوي تخلي العربية تتبهدل أسرع من الأول. لما بنيجي نغسل الموتور كل واحد بيفنن وبيخترع بطريقته ان هو يغسل الموتور ازاي، ميه ببريل ومحبه جاز ويروح رشش على الموتور علشان الكاوتش يرجع يلمع تاني، كل واحد له طريقته. بس احنا دلوقتي تعالوا نتكلم عن امان كل حاجه فيهم ونسبه خطوره كل حاجه فيهم. نمسك الاول الميه بالبريل والسفنجه ويروح غاسل الموتور
عندنا حاجه زي كده، ادي البطاريه عليها مثلا تراب. لو انت عايز تغسل البطاريه بس او الجزء دوت بس، انت ممكن بحبه ميه مغليه وتروح دلقهم على البطاريه بقماشه تمسح او بسفنجه، دي ما فيهاش مشكله. ليه؟ مفيش جنبها حساسات، مجرد كابل الكهرباء والكابل الارضي، وعادي لما يجي عليه ميه ما فيهوش اي مشاكل. المشكله بقى هنا، انت لو مسكت مثلا مسدس هواء حطيت فيه بريل وميه وقعدت تغسل، الكلام ده كله ممكن يتاثر. ليه؟ في العربيات القديمه كان ممكن لما تيجي تودي العربيه عشان تتغسل في محطه غسيل او حاجه، فتروح مغطي الاسبيراتير او الاجزاء اللي هي خاصه بالكهرباء، علشان لو جه عليها ميه هيعمل ايه؟ هيفصل الكهرباء، فالعربيه هتبرجل معاك او مش هترضى تدور، او الابلاتين والكوندنسر يبوظوا، حاجات اللي زي كده. وطبعا في كتير قوي اللي بيتفرجوا علينا كان معاهم العربيه دي او معاهم لحد دلوقتي العربيه دي وعارفين المشكله دي اكيد حصلت لهم. ده بالنسبه للعربيات الموديل القديم. الموديل الحديث اللي زي كده، اي حساس من دول لو جه جواه ميه برضه هيعمل نفس المشكله، هيبرجل لك العربيه. ليه؟ الكمبيوتر بتاع العربيه بياخد كل اشاره من كل حساس وينظم على اساسها الموتور، ان كده الموتور داير مظبوط، كده بيعد مظبوط تمام، ما فيهوش اي لخبطه، الكهرباء بتاعته واصله كويس. الحساسات دي كلها كهرباء، ده كله شغل كهرباء، الجزء بتاع الكهرباء بتاع الموتور. فانت لما تجيب عليه ميه ايه اللي هيحصل؟ نفس مشكله الاسبيراتير، هيفصل برضه، هيعمل لك برجله في الموتور والكلام ده. طيب اسلم حل ايه؟ اسلم حل لازم اللي يكون بيغسل الموتور يكون عارف بالظبط هو بيضغط فين ويكون بعيد ايده فين. يعني ما تجيش جنب حساس كده وتروح غاسل الموتور، ما ينفعش، لازم تكون من بعيد، بحيث ان تيجي جنبيه حواليه بتاع، لكن ما تخشش جواه تمام. ممكن تخش تتهرب من الاجزاء بتاعه السير كده. عندنا تاني حاجه اللي بيغسل بالجاز. الجاز ماشي اوكي، بيخلي الكاوتش ده يرجع زي الاول ويلمع والكلام ده كله، بس ليه ضررين. اولا بيلم تراب بسرعه قوي. ليه؟ الجاز بيلم تراب بسرعه، يعني انت ماشي في طريق والتراب هيخش لك على دائري على طرق سريعه، لازم التراب هيخش من الفتحات بتاعت الشبكه او من جوه الموتور هيوصل تمام. تاني حاجه بيعملها الجاز ان هو بيخلي مع كتر التكرار الموضوع دوت الكاوتش ده بيشقق، وبعد ما يشقق هيبوظ خلاص. يعني عندنا مثلا زي الكاوتش اللي خارج من الريداتير دوت، لما يشقق هيحصل ان الميه هتقل، هيعمل لك مشكله في الريداتير، هياثر على حراره العربيه، كل حاجه نفس النظام. فيفضل ان احنا لما نغسل ما نغسلش بجاز، ننفخ بالهواء الاول كويس او التراب، ولو المايه ببريل بسيطه نغسل بيها الموتور والحوض والكلام ده كله، بعد كده نغسل تاني بالهواء عشان ننزل اللي احنا عملناه دوت، المايه والبريل والكلام ده، وبعد كده ندور العربيه ونسيبها شويه حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه، هتلاقيها بتبخر وتطلع دخان والكلام ده كله بسبب المايه، لان الموتور بيسخن بيطلع الدخان بتاع المايه. فكره اليوتيوب النهارده هنشوف حاجه غريبه قوي. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت فكره اليوتيوب برضو عن ان الصين اخترعت عربيه بتطير، لازم تمشي بيها مسافه ورخصه الطيران ومش عارف ايه. ف
فقالوا لا نزود بقى حاجه كمان وتكون مختلفه. العربيه المره دي اللي هنتكلم عنها وهنشوفها عربيه مدوره شبه العجله كده، بيقعد فيها فردين. العربيه اول ما بتدور بتترفع عن الارض، يعني بتطير بمسافه صغيره عن الارض، تقدر ان هي تطير وكمان بتمشي فوق الميه. ده ليه؟ بسبب الزحمه وبسبب اللي هم بيوفروا مساحات عندهم في المكان اللي هم قاعدين فيه، لان العربيات بقت مساحتها كبير وكتير وهم عددهم اصلا كتير مش ناقصه زحمه، فبيخترعوا حاجات تناسبهم. بس عربيه جامده جدا. وصلنا لختام حلقتنا النهارده، اتكلمنا معاكم على فقرات كتير قوي، صيانه، حاجات كتير قوي قوي قوي، منها نيسان كاشكاي طبعا ما نقدرش ننسى امكانياتها العربيه كويس، اتكلمنا عنها في اوبشن وحاجات كتير قوي. خليكم دايما معانا في تواصل على صفحتنا على الفيسبوك وش سلندر، مستنيين متابعه اكتر من كده وشير اكتر من كده وكومنتات اكتر من كده. خليكم دايما على صفحه وش سلندر. السلام عليكم.